طيب اليوم كان موجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى الهامش كان في دعوة غداء وجهها وزير الرياضة لرئيس الاتحاد الدولي وبعض منسوبي اتحاد القدم وبعض منسوبي اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، والحقيقة كانت جلسة ودية لطيفة جدا كثير فيها إيجابيات كنت موجود فيها وسعدت أن أكون موجود فيها. من أكثر الأشياء اللي أنا انبسطت اليوم يعني فيها غير يعني أنه الدعوة الكريمة وغير أنه وجود رئيس الاتحاد الدولي، انبسطت أني شفت أبو رضا أحمد عيد. يا جماعة أنا ما أقدر أخفي محبتي لهذا الرجل، استاهل. أبو رضا من أجمل الناس اللي ممكن تعرفهم على المستوى الإنساني والشخصي وأيضا على المستوى المهني والقامة والتاريخ العميق المتجدر في كرة القدم والتنقل في المناصب في داخل منظومة كرة القدم من خلال النادي الأهلي والمنتخب إلى أن وصل لأعلى منصب ممكن أن يصل أحد في 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 مجال كرة القدم اللي هو رئيس اتحاد سعودي كرة القدم، فكنت سعيد أيضا بوجوده اليوم.